خدعوك فقالوا سعد زغلول زعيم الأمة، ولم يخبروك أنه كان صديقا للإنجليز مدمن للعب القمار وشرب الخمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. للأسف ينخدع الكثير من العامة في الكثير من الأسماء، منها هذا الاسم وهو سعد زغلول. فقد درسنا أنه كان مناضلا محاربا مدافعا عن حقوق مصر والمصريين، ولكنهم أخفوا عنا حقيقة الرجل وتعاونه وصداقته مع الإنجليز، وبخاصة صداقته مع السفاح المسمى اللورد كرومر. فأولا، سعد زغلول هو الراعي الأول لحركة تحرير المرأة والتي تزعمها قاسم أمين، وكلنا يعلم المقصود بتحرير المرأة، فالمقصود بها تحريرها من دينها وأخلاقها وحيائها وحجابها وسيرها على أخلاق نساء أوروبا، كما فعلت زوجة سعد زغلول. فزوجته هي أول من تسمت باسم زوجها تشبها بالغرب صفية زغلول، وهو أول من دعا الغرباء للجلوس في بيته مع نسائه في سابقة غريبة يذكرها مصطفى أمين في كتابه من 1 لـ10، متحدثا عن واقع بيت سعد زغلول الذي كان إسلاميا ثم انتكس وتمت صناعته صناعة عصرية غربية تنويرية. فيقول: كان غريبا في تلك الأيام أن يدعى رجل من غير أفراد الأسرة للجلوس على مائدة واحدة مع سيدات الأسرة، ولكن الفلاح الأزهري القديم سعد زغلول كان لا يجد غضاضة في أن يجلس أصدقاؤه المقربون مع أسرته لتناول الغداء والعشاء. كما أن سعد زغلول هو من أزال النقاب عن وجه هدى شعراوي لما كانت في استقباله عائدا من المنفى. سعد زغلول الذي كان لا يفيق من الخمر، وكانت زوجته أول مصرية تحضر الحفلات سافرة بين الرجال. وهل تدري لماذا سمي ميدان التحرير بهذا الاسم؟ وكان اسمه قبل هذا ميدان الإسماعيلية إبان ثورة 1919. تجمعت النساء أمام الثكنات العسكرية الإنجليزية وقمن بخلع الحجاب وإلقائه على الأرض ووطئه بالأقدام كنوع من التحرير، فسمي الميدان باسم ميدان التحرير. سبحان الله، ما دخل خلع الحجاب ووطئه بالأقدام أو حرقه حتى بمقاومة الإنجليز؟ وهذا يبين لك أن هناك أمورا كانت تدبر بليل. أما عن علاقته باللورد كرومر، واللورد كرومر هذا كان سفاحا، ووقع حادث دنشواي والذي أعدم فيه كثير من المصريين من قرية واحدة بسبب موت أحد الجنود الإنجليزي بضربة شمس. هذه جريمة فقط من جرائمه، ومع ذلك كان صديقا مقربا لسعد باشا زغلول، حتى وصفه وقت ذاك الصحفي البريطاني هولمي بيمان بأنه ربما أفضل متعاون حصل عليه كل من كرومر وغورست، وهما مندوبان ساميان بريطانيان. وبعدما عينه كرومر المندوب السامي البريطاني وزيرا للمعارف عام 1906، يذكر المؤرخ ريتشارد لونغ أنه حافظ على اللغة العربية في التعليم المصري، وأخضع التعليم الأزهري لرقابة علمانية صارمة. وذكر المؤرخ عبد الرحمن الرافعي في كتابه مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية متحدثا عن سعد زغلول: لقد بدأ الزعيم حياته السياسية صديقا للإنجليز، وختمها كذلك صديقا للإنجليز، وبدأ بمصاهرة أشهر صديق للإنجليز عرفته مصر في تاريخ الاحتلال من أوله إلى آخره، وهو مصطفى فهمي باشا أول رئيس وزراء في مصر بعد الاحتلال. وقال كرومر حسب ما جاء في كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر لكاتبه محمد حسين: كما أن سعد من تلاميذ محمد عبده وأتباعه الذين أطلق عليهم جيروند الحركة الوطنية المصرية، الذي كان برنامجهم تشجيع التعاون مع الأجانب لإدخال الحضارة الغربية إلى مصر، الأمل الذي جعل كرومر يحصر فيهم أمله الوحيد في قيام الوطنية المصرية. وجاء في كتاب الإسلام والحضارة الغربية للكاتب محمد حسين نفسه: ذكر كرومر في تقرير سنة 1906 أن في مصر جماعة صغيرة العدد آخذة في الازدياد، هي الحزب الذي يمكن أن أسميه على سبيل الاختصار بأتباع المفتي الأخير محمد عبده. وذكر في خصائصهم أنهم غير متأثرين بدعوة الجامعة الإسلامية، ويتضمن برنامجهم: إن كنت قد فهمته حق الفهم التعاون مع الأوروبيين لا معارضتهم في إدخال الحضارة الغربية إلى بلادهم. ثم أشار كرومر إلى أنه تشجيعا لهذا الحزب وعلى سبيل التجربة فقد اختار أحد رجاله وسعد زغلول وزيرا للمعارف. وذكر كتاب رجال اختلف فيهم الرأي للكاتب أنور الجندي أن لورد كرومر
قال في تقريره السنوي عن تعيين سعد زغلول ناظرا للمعارف: لم يكن السبب الرئيسي في تعيينه كما يظن أحيانا أنه استياء من الحالة التي كانت تسير عليها مصلحة المعارف العمومية، فلا زالت قاصرة في أن توفر أي تبادرة لتغيير جذري في السياسة التعليمية. إنه يرجع أساسا إلى الرغبة في ضم رجل قادر ومصري مستنير مع تلك الطائفة الخاصة من المجتمع المعنية بالإصلاح في مصر. وطبعا تعرفون معنى مستنير، أي متوافق طبعا مع ما يريده الاستعمار. فلو كان سعدا يهدد مصالحهم لما قاموا بتعيينه وزيرا للمعارف. ويقول سعد في مذكراتي عن اللورد كرومر: كان يجلس معي الساعة والساعتين ويحدثني في مسائل شتى كي أنور منها في حياتي السياسية. يعني سعد زغلول كان صديقا لكرومر ويتعلم منه كيف يسير في حياته السياسية في المستقبل. ويعبر سعد زغلول في مذكراتي عن مدى حزنه لما بلغه خبر إعفاء كرومر من حكم مصر، وكان يجلس في منزله مع كل من حسن باشا عاصم ومحمود باشا شكري. يقول: عندما تلقوا خبر الاستعفاء فقال: أما أنا فكنت كمن تقع ضربة شديدة على رأسه، أو كمن وخز بآلة حادة فلم يشعر بألمها لشدة هولها. وقال في موضع آخر: قد امتلأت رأسي أوهاما وقلبي خفقانا وصدري ضيقا. لك أن تتخيل أن رجلا يزعم أنه زعيم الأمة يحزن على ذهاب رجل أسام المصريين سوء العذاب. وكان سعد في مقدمة الداعين لإقامة حفل لتوديع اللورد كرومر، وكتب في مذكراته: يعلن ضيقه بالذين انتقدوا كرومر عقب استعفائه، وقال: إن صفاته قد اتفق الكل على كمالها. لم يبق إلا أن يقول شعرا في السفاح كرومر. إذا من هذا يتبين لك كيف أن سعد باشا كان على علاقة وطيدة بالإنجليز وقادتهم وعلى رأسهم السفاح كرومر. والشيء الصادم والعجيب في نفس الوقت أن سعدا كان مدمنا على لعب القمار. اعترف سعد زغلول في مذكراته أنه أدمن لعب القمار وشرب الخمر، إذ يقول: كنت أتردد بعد عودتي من أوروبا على الكلوب، فملت إلى لعب الورق، ويظهر أن هذا الميل كان بداية المرض، فإني لم أقدر بعد ذلك أن أمنع نفسي من التردد على النادي ومن اللعب. وبعد أن كان بقليل أصبح بكثير من النقود وخسرت فيه مبلغا طائلا. ويضيف: كنت قبل 12 سنة عام 1901 أكره القمار وأحتقر المقامرين وأرى أن اللهو من سفه الأحلام واللاعبين من المجانين، ثم رأيت نفسي لعبت وتهورت في اللعب، وأتى علي زمان لم أشتغل إلا به، ولم أفتكر إلا فيه، ولم أعلم إلا له، ولم أعاشر إلا أهله، حتى خسرت فيه صحة وقوة ومالا وثروة. وأشارت المذكرات إلى أثر لعب الورق في حياة سعد زغلول وخاصة حياته الاقتصادية، حيث وقع الذي يقتني الضياع الواسعة تحت طائلة ديون كثيرة ما دفعه عام 1910 إلى أن يبيع الضيعة التي اشتراها بناحية قرطاسة لقاء 12,000 جنيه. يقول سعد: بعت هذه الأطيان وذهبت كل أثمانها أدراج الرياح فلم أستفد منه فائدة. وأوضحت المذكرات أيضا أنه باع ضيعات أخرى عام 1918 بمبلغ 16,000 جنيه، وضاعت كل إيرادات سعد في مدى عامين، وكانت عبارة عن مرتب الناظر يعني الوزير و1500 جنيه إيجارات باقي أطيانه، وأصبح مدينا بمبلغ 6,550 جنيها. وبذلك بدد سعد الكثير والكثير من ممتلكاته. وليست المشكلة في لعب القمار وفقط، ولعلكم تعلمون كيف أنظر الناس إلى من يلعب القمار ويحتقرونه ويعتبرونه سفيه لأنه يضيع أمواله التي تعب في جمعها في مجرد لعبة، وأنه يجب أن يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله. فكيف بمن لا يستطيع أن يتصرف في مال نفسه أن يتصرف في أقدار الأمة جميعها؟ وكيف يكون زعيما للأمة وفوق ذلك كان مدمنا على الخمر، فقد كان يذهب للكلوب للعب القمار؟ فقد اتفق كل من أرخ عنه أنه كان مدمنا على الخمر. فكما سمعت سعد زغلول كان صديقا للإنجليز وخاصة اللورد كرومر سفاح الإنجليز في مصر. أخضع الأزهر لرقابة علمانية صارمة، كان مدمنا على الخمر ويلعب القمار ويضيع فيه أمواله وأموال أسرته. فهل بعد كل هذا ما زلت مقتنعا بأن سعد زغلول كان زعيما للأمة وأنه كان حريصا على تحريرها من الاحتلال؟ ولكن في النهاية الحكم لكم أنتم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.